خلينا اروح لك بقى يا باشمهندس وتكلمني كده، ازاي كنت بتعدي مرحله الامتحانات دي، وخصوصا الشهر اللي قبل الامتحانات، وانا اعتقد انه ده بيبقى يعني اهم شهر في السنه كلها. هو فعلا اهم شهر، لان يعني في الاخر انت بقى بتاخد اللي انت قاعد بتبنيه طول السنه. فكنت مركز يعني على اكتر حاجه ان انا ما اوترش نفسي عشان ما اضيعش مجهودي وتعبي بالتوتر ده، لان في ناس بتيجي في اخر شهر تتوتر او جوه الامتحان يتوتر، ينسى كل اللي هو ذاكره ويخش ينسى كل حاجه. فلازم يبقى هادي ويثق في ربنا ان هو مش هيضيع تعبه اللي تعبه طول السنه، وما يخليش يعني يكون بيفكر ان الامتحانات دي هي اخر الدنيا. يعني انا كنتش بفكر في كده، بس فعشان كده كنت داخل على الامتحانات. طب امال كنت بتفكر ازاي؟ كنت شايف مرحله الثانويه العامه دي ايه، وامتحانات الثانويه العامه اللي هي بعبع بالنسبه لناس كتير، كنت شايفها ايه؟ كنت شايفها يعني مش هقول يعني سنه زي السنه، لان هي فعلا مهمه، بس كنت شايفها عادي. يعني انا عملت اللي عليا وانا مذاكر وعارف مذاكرتي عامله ازاي وعارف انا ادائي فين في الامتحانات اللي حليتها قبل كده، فكنت داخل مطمن شويه. والبيت كان بيتعامل ازاي مع حاله الطمانينه اللي عندك دي؟ هو الصراحه ما حدش فيهم في البيت خالص كان بيضغط عليا في حاجه، كان كلهم يعني ريلاكس، ما حدش كان اللي هو متوتر قوي، عشان انا برده كنت ايه هم شايفيني بذاكر وكده، فما فيش حد اللي هو كان بيقعد يقول لي ذاكر ذاكر ذاكر، فانا كنت يعني مسبق. كانوا سايبينك معتمد على نفسك، عندهم ثقه فيك.